خلاص، أولى بشائر الخير هلت من المحافظات في موسم توريد القمح. وامبارح على وجه التحديد محافظة المنيا حققت المستهدف من توريد محصول القمح بنسبة 100% في موسم استثنائي بكل المعايير. وده تم يعني في تقديم كل تيسيرات للمزارعين علشان يتم تسليم المحصول للشون والصوامع. دلوقتي معانا على التليفون الدكتور إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، هنعرف منه كافة التفاصيل عن توريد القمح في محافظة المنيا. صباح الخير عليك يا فندم، ولو تقول لنا مقارنة بالسنة اللي فاتت نسبة الزيادة قد إيه في توريد القمح؟ صباح الخير يا فندم، وأنا بقول لمزارعين مصر كلها كل سنة وأنتم طيبين، وطبعا الحمد لله كله بيشتغل في المنيا بتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم المزارع 65 جنيه للأرداف عشان يحفز المزارع للتوريد. طبعا احنا المساحه المنزرعه العام الماضي كانت 240 الف فدان، اصبحت الحمد لله السنه دي 250 الف فدان بزياده عن العام الماضي 10000 فدان. الحاجه الثانيه التوريد كان في نفس التاريخ العام الماضي كان 327 الف ارداف، وما كناش لسه وصلنا للمستهدف. السنة دي في نفس التاريخ الحمد لله رب العالمين وصلنا ل 450 ألف أرداف في نفس التاريخ، والحمد لله حققنا المستهدف اللي هو 450 ألف أرداف. طبعا زي ما قلت لحضرتك المزارعين في محافظة المنيا أنا بحييهم لأنهم وقفوا وقفة رجل واحد مع الدولة وردوا كل المحصول اللي عندهم، محدش تقاعس ورا المحافظ. الحمد لله عندنا محافظ نشيط جدا لسيادة اللي هو أسامة القاضي اللي هو بينزل الغيط كل يوم معانا، بنحفز الموردين عظيم، بنحفز الفلاحين، بنشجعهم على التوريد. الحمد لله وصلنا للمستهدف، وان احنا دلوقتي اول محافظه في الجمهوريه تصل المستهدف والحمد لله. عظيم جدا. دكتور اسماعيل، حضرتك بتقول انه كان في حافز الاستثنائي اللي هو ال 65 جنيه بالنسبه للارداب، لكن كان في زياده بشكل عام في سعر الارداب بالنسبه لاستلامه طبعا من الفلاحين والمزارعين. عايز اعرف من حضرتك اكتر المراكز اللي كانت بتزرع قمح السنه دي وعمليه التوريد، هل كان في مشاكل في عمليه التوريد؟ لا الحمد لله كان عندنا مشاكل بسيطه وتلافيناها الحمد لله. كانت اللجنه متكونه من لجنه فرد من سلامه الغذاء، التموين، مباحث التموين، الادارات الزراعيه، كل اداره مرشحه ناس لاستلام القمح على ارض الشون والصوامع. الحمد لله عندنا 44 موقع، عندنا 7 صوامع معدنيه، 3 في بني مزار والمنيا، و2 في ملوي، طبعا 5 هناجر، 7 البنك الزراعي، و3 شهد اسمنتيه، و3 مستودعات. والحمد لله كل المستودعات وكل الصوامع اتملت عندنا، ودلوقتي بنحط في اي مكان خالي عشان نسد الفجوه الغذائيه من محصول القمح. الحمد لله المنيا انا بفتخر بيها، وبنشكر معالي وزير الزراعه الذي قام بالدعم وبالتوجيهات المستمره لنا على وجه الخصوص. يعني المنيا في عين القياده السياسيه، والحمد لله محافظ المنيا اللي لا ياكل ولا يمل شغال معانا ليل ونهار، ومحافظة المنيا إن شاء الله هتبقى الأولى في النباتات الطبية والعطرية والنباتات الزيتية، إن شاء الله هنسد الفجوة الغذائية من كل المحاصيل الاستراتيجية. طيب دكتور إسماعيل، حضرتك قلت إنه تم امتلاء الصوامع والشون، ودلوقتي باقي المحصول الموجود محطوط في أماكن تانية، هل في خطة ما للحفاظ عليه؟ الحمد لله يا فندم، في أماكن في الجامعات الزراعية، البنك الزراعي المصري، اي اماكن، الوحدات المحليه، المهم ما فيش حبايه قمح تخرج بره. احنا اول الموسم عملنا 20 محضر لمزارعين كانوا بيعملوا فريك، فطبعا حفاظا على المحصول الاستراتيجي قمنا بتحرير محاضر، ومحدش الحمد لله قام بعمل فريق تاني، واحنا بنحافظ على كل حبايه قمح، لان حبايه القمح او اي كميه من القمح بترجع برغيف
خبز مدعم للمواطن المصري. احنا بنقول للمواطن المصري ورد القمح لانه هيرجع عليك برغيف خبز مدعم. صحيح. عظيم. طيب دكتور، هل في اي تغيير في الخريطه الصنفيه عندكم في المحافظه ده بالنسبه للمحصول الجديد، بالنسبه للاصناف اللي تم استنباطها من مركز البحوث الزراعيه؟ فندم، مركز البحوث الزراعيه في ملاوي ورئيس الحمله القوميه للقمح شغالين كلنا على قلب رجل واحد، بيدعمونا بالابحاث العلميه. عظيم. بالتقاوي المنتقاه، بالزراعه على مصاطب، بتوجيهات طبعا تحسين الاراضي. ده اللي بسال حضرتك عليه، الاصناف ايه يا فندم؟ الاصناف المزروعه في المحافظه. سامعك يا فندم. الاصناف يا فندم المزروعه عندكم في المحافظه ايه؟ مصر بني سويف وجيزه 120. عظيم. طيب حضرتك قلت انه المحصول مقارنه بالسنه اللي فاتت المساحه المنزرعه كانت 240,000، السنه دي 250,000، فاحنا بنتكلم على زياده 10,000 تقريبا يعني فدان. عايزين كمان نعرف ايه الخطه بتاعه المحافظه لرفع كمان الكميات في محصول القمح السنه اللي جايه. الري الخطه اللي جايه ان شاء الله هيبقى فيه فخامه الرئيس برضو، هيبقى فيه تسهيلات للمزارعين للحصول على طبعا قروض بالنسبه للري بالتنقيط، دي بالتوجيهات فخامه الرئيس عشان نزرع القمح على مصاطب. احنا كنا زارعين السنه دي قمح على مصاطب في مركز البحوث الزراعيه وفي مركز مطاي، والحمد لله جابت انتاجيه لحد 32 ارداف في الزراعه، وفرنا في الميه، وفرنا في الاسمده، وفرنا في مستلزمات الانتاج، وان شاء الله الخطه اللي جايه تكون احسن. طيب. السنه الجايه تكون افضل. ده رقم كبير يا دكتور اسماعيل، يعني احنا بنتكلم في التوسع الراسي والافقي، احنا قلنا في 10,000 فدان تم زراعتهم، عايزين نعرف بقى الفدان السنه دي جاب كام ارداب؟ الفدان عندنا يتراوح من 22 ل 28 ارداف. ده عظيم. ده بالنسبه للحقول الاسترشاديه ولا بالنسبه للمزارعين بيزرعوها؟ لا، بالنسبه للمزارعين. طيب بالنسبه للحقول الاسترشاديه؟ الحقول الاسترشاديه وصلنا ل 32 ارداف. ده عظيم جدا. يشجع الناس كمان يا فندم. دي حاجة تشجع الناس ان هم يتابعوا اللي بيحصل في الحقول الاسترشادية عشان لزيادة المحصول، ما هو زيادة المحصول هيعود عليهم هم كمان بزيادة في الشباب. الليزر مجانا، عندنا الري تعود من الري بالغمر، من الري بالغمر الري بالتنقيط، تبطين الصراع والمصارف، كل ده بيوفر في المية، كل ده هيعود على المزارع اللي هو يوفر في الطاقة، يوفر في مستلزمات الإنتاج، يوفر في حاجات كتير جدا. طيب. الدولة بتدعم المزارع اللي بيروي بالتنقيط بدون فوائد، بياخد قرض. تيسيرات كثيرة للمزارعين طبعا لتشجيعهم على زراعة القمح. نشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور اسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، على وجودك معنا النهارده.